أيها الإخوة، متابعة لهذا الموضوع، يقول عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة. يبدو هذه الفتنة شيء خطير جداً. القاعد خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: يا رسول الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. المعنى الإجمالي: إياك ثم إياك ثم إياك في زمن الفتن أن تكون طرفاً في خطة لإفقار المسلمين، أن تكون طرفاً، أن تكون مساهماً، أو لإضعافهم، أو لإضلالهم، أو لإفسادهم، أو لإزلالهم، أو لإبادتهم. فالمسلم الذي يتعاون مع أعداء المسلمين لإضعاف المسلمين، لكشف عوراتهم، لاكتشاف أماكن الضعف فيهم، الذي يتعاون مع أعداء المسلمين مسأله كهذا المنديل تمسح به أقذر عملية ثم يرمى في المهملات. أيها الإخوة الكرام، أتمنى على الله عز وجل أن تسهم في بناء هذه الأمة، أن تحمل همومها، أن تخفف من متاعبها، لا أن تكون طرفاً في إضعافها أو إفقارها أو إضلالها أو إفسادها أو إزلالها أو إبادتها. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه نقطة أولى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ائتمروا بالمعروف. طبعاً الحديث الأول رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً، رأيتم مادية مقيتة، يبيع الرجل أباه بدريهمات، حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً، غرق الناس في الشهوات إلى قمة رأسهم، ودنيا مؤسرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلاً منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلاً منكم. يخاطب أصحاب رسول الله. نحن في زمن صعب، القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكن أجره كأجر 50 ممن عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. شح مطاع، مادية مقيتة، هوى متبع، إعجاب كل ذي رأي برأيه. يقولون: هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ كل واحد يجعل نفسه محور العالم، هو يحلل ويحرم باجتهاد منه، ولا يرجع إلى العلماء الربانيين، ولا إلى الصراط المستقيم، ولا إلى القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، في رواية أحفظها: إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وأمسك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك،
من يلوذ بك من أهلك، من أصدقائك، من إخوانك، من زملائك، من جيرانك، ودع عنك أمر العامة.